وجينا بعد كده قلنا انواع السبورتات يا شباب. في عندي حاجه اسمها رولر سبورت، وفي حاجه اسمها الهنجد سبورت، وفي حاجه اسمها الفيكسد سبورت. دول الركائز او موانع الحركه. عرفنا ان الرولر سبورت بيديني بيمنع الحركه في الاتجاه الراسي، وبالتالي بيديني الاكشن واحد بس في الاتجاه الراسي. جيت بعد كده لقيت عندي الهنجد سبورت، ده بيمنع الحركه في الاتجاه الافقي وفي الاتجاه الراسي، بس ما بيمنعش الدوران. فبالتالي ما دام بيمنع الحركه في الاكس وفي الواي، بيتولد عندي رياكشنين، رياكشن في اكس ورياكشن في واي. تمام يا شباب. وعندي ثالث فيكسد سبورت، اللي هو الفيكسد سبورت ده بيديني ثلاثه رد فعل، لان هو بيمنع الحركه في ثلاث اتجاهات، في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي وفي اتجاه، وبيمنع الدوران. فبالتالي بيتولد عندي حاجه اسمها المومنت العزم. جينا بعد كده يا شباب اتكلمنا في الاحمال او اللودز، وعرفنا ان احنا عندنا ايه المنشا بتاعي لازم بتكون وظيفته اهم حاجه ليه انه يتحمل الاحمال الخارجيه اللي جايه عليه من بره. وعرفنا ان الاحمال بتاعتي في عندي حمل اسمه كونسنتريتد لود، اللي هو الحمل المركز، يا اما يكون مركز مش مائل. تمام. لو مائل بيبقى مديني الزاويه بتاعته، وبقدر من خلاله احدد ايه من زاويه الالفا، احل على الاكس وعلى الواي. وهتلاقوا في مساله عندكم في الشيت مش محدد لكم الدكتور الزاويه، الناس تاخدها 45 درجه. تمام يا شباب. وقيمه الحمل المركز ده بيكون قيمته بالطن. جه هنا لما اداني الزاويه الفا، حلل هنا على البي كوساين الفا والبي ساين الفا. في ثاني حمل، نوع حمل عندي اسمه الديستريبيوشن لود، وده بيكون يا اما يكون يونيفورم يا اما يكون نون يونيفورم. يعني ايه الديستريبيوشن لود؟ يا اما يكون موزع بانتظام يا اما غير موزع بانتظام. زي اليونيفورم ديستريبيوشن لود، بتلاقي عندك الحمل متوزع عندك على طول الكاميرا كله بقيمته طن لكل متر داش. الحمل ده لما احب اركزه بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن قيمه الحمل في المسافه اللي بيتوزع عليها، يبقى قيمته دبليو في ال ال، القيمه بتاعته دبليو في ال ال. طيب تركيزه فين؟ بيكون في نص المسافه، في نص المسافه بتاعتي، عباره عن ايه؟ ال على 2 ال على 2، قيمه الحمل دبليو في ال. في تاني نوع حمل عندي اسمه النون يونيفورم ديستريبيوشن لود، وده بيكون عندي زي قلنا لما يكون عندي حمل تراينجلر لود، لما يكون حمل مثلث، هتلاقي عندك ان انت عندك التركيز بتاع الحمل بيكون عباره عن ايه؟ نص دبليو في ال ال، نص الحمل بتاعي دبليو في ال ال، تركيزه بيكون على تلت المسافه من القاعده. هذه القاعده بتاعتي وانا عندي تلت المسافه بتاعتي. ماشي يا شباب. في تاني نوع حمل عندي لما يجيب لك مثلا ايه مستطيل ومثلث، انا عايز اركز الحمل ده، مش هيفرق معايا في حاجه، انا هقسم الشكل بتاعي لشكلين. هو جايب لي الشكل بتاعي حمل اللود بتاعي شبه منحرف، قايل لك مثلا ده 2 طن لكل متر طولي وده 1 طن لكل متر طولي. عايز اعمل الشكل ده، بروح جاي مقسم الشكل بتاعي لشكلين، هيكون مستطيل وهيكون مثلث. وهبدا ايه للشكل المستطيل هيكون ال W 2 مضروبه في ال L اللي هو 1، لو نفترض ان ال L دي مثلا ب 2 متر هتبقى 1 في 2 وتركيزه هيكون في النص. تمام. هتبقى ال F 2 بتساوي نص ال W 2 في ال L. ده معلش ال F 2 اللي هو هيكون في نص الطول اللي هو ال W 2، نص ال W 2 في ال L، وتركيزه هيكون في النص المسافه. هيجي بعد كده عند الحمل المثلث اللي فوق هيكون قيمته عباره عن كام؟ W 1 ناقص W 2، هتبقى ال F 1 نص ال W 1 ناقص ال W 2 في ال L مثلث، وده هيكون مستطيل، ده تركيزه على ثلث القاعده وده تركيزه هيكون في نص القاعده. عرفنا ان انا عندي يا شباب في حاجه اسمها الكونسنتريتد مومنت او العزوم بتاعتي، والعزم بتاعي بيكون قيمته بالمتر في طن، لان هو عباره عن ايه العزم؟ عرفنا ان هو عباره عن فورس في مسافه، في المسافه العموديه عليه. فاما يكون عندك المومنت بتاعك يا اما يكون بيلف مع عقارب الساعه، يا اما يكون ضد عقارب الساعه. تمام يا شباب. وعرفنا بعد كده يا شباب ان انا عندي في حاجه اسمها الانترميديت هينج، ودي قلنا ان هي بتكون زي المفصله اللي موجوده في الكباري. عرفنا ان وظيفتها نتيجه ان انا عندي لما يكون الكوبري بتاعي عايز يتمدد بسمح له، بيكون شكلها عامل كده في الكباري يا شباب. عرفنا ان انا واقف على الكوبري بلاقي الكوبري بيطلع وينزل بيا. لا، هو ده مش معناه ان الكوبري هيقع بيك، ده معناه ان هو الكوبري فيه انترميديت هينج، ودي فائدتها يا شباب ان هي بتسمح للكوبري ان هو يديله سماحيه للتمدد، يروح يمين يروح شمال من غير ما يحصل شروخ للاسفلت بتاعي او الاسفلت بتاع اي شر. فبالتالي بيكون شكل الانترميديت هينج دي موجوده في البيمز ازاي؟ بيكون شكلها عباره عن دايره هنا. ايه فائدتها الانترميديت هينج؟ ان سبمشن المومنت
من اي من اليمين بتساوي صفر، او سمشن مومنت من الشمال للانترميت هينج بتساوي صفر. تمام يا شباب؟ يا باشمهندسين الناس معايا ولا ايه؟ مع حضرتك يا باشمهندس. تمام، يبقى احنا عرفنا ان الانترميت هينج فائدتها كلها ان هي بتسمح ان انت عندك يكون سمشن مومنت من ناحيه اليمين عند الانترميت هينج بتساوي صفر، او من الشمال عند الانترميت هينج بتساوي صفر. وعرفنا ان انا عندي ان انا عندي ممكن يكون، لان هشتغل بعد كده في اخر السكشن ده ان شاء الله هنبدا في حاجه اسمها الفريمات الفريمز، فالانترميت هينج ممكن تكون عندك باشكال مختلفه. هي ايه فائده الانترميت هينج؟ قلنا ان هي بتديني معادلات زياده. لو نفترض ان انا عندي انترميت هينج متوصل بيها ثلاثه ممبرز، يبقى الام بتاعتي بتساوي ثلاثه، هيكون عدد المعادلات بتاعتي اللي بتديها لي انترميت هينج بيكون معادلتين. هنا المتوصل معايا اثنين ممبرز. معاك يا باشمهندس. اتفضل. تمام يا شباب، هنا احنا قلنا ان عدد الممبرز المتصل بانترميت هينج اثنين، والان بتاعها هيكون المعادله بتاعتي هيديني معادله واحده. هنا هتلاقي الانترميت هينج متوصله فيها اربعه ممبرز، فتكون عدد المعادلات بتاعتي بتديها لي ثلاثه. انما في الحاله دي يا شباب لو هبص هلاقي ان الانترميت هينج مماسه بس للممبر اللي فوق، مماسه مش متقاطع معايا، يعني ما فيش واحده هنا واحده هنا، لا متماسين بس. فبالتالي يعني ايه مماس من فوق، مش جايه من هنا كده ولا جايه من هنا. فبالتالي بيكون عدد الممبرز المتصله بيها ثلاثه، وعدد المعادلات اللي بيديها لي اثنين. تمام؟ عندي معادله هنا اللي هو عدد المعادلات اللي بتساوي عدد الممبرز المتصله بيها ناقص واحد. ماشي يا شباب؟ في عندي بعد كده دخلت في حاجه ثانيه لسه كاش كل ده مراجعه يا شباب. في حاجه عندي اسمها معادلات الاتزان، وعرفنا ان انا عندي لما يكون المنشا اللي كان يكون المنشا متزن لابد ان يتحقق معادلات الاتزان بتاعتي. ايه معادلات الاتزان؟ ان انا عندي المنشا بتاعي بيتعرض لفورسز في اكس، فلازم يكون سميشن الفورسز في اتجاه اكس بيساوي صفر. وبالتالي بيكون سميشن الفورسز مجموع القوى، القوى المؤثره الخارجيه وردود الافعال في اتجاه اكس بتساوي صفر، ومجموع قوى الافعال في اتجاه واي بتساوي صفر. تمام يا شباب؟ سميشن المومنت ات اني بوينت اللي هو محصله العزوم عند اي نقطه على الكاميرا، عند اي نقطه. ويفضل يا شباب ان انا اخدها عند السبورتات، يبقى ات اني بوينت او عند السبورتات. تمام؟ ويفضل عند السبورتات. مجموع العزوم عندي بيساوي صفر. ماشي يا شباب؟ وفي المعادلات الثانيه اللي بتزيد عندي بتاعت الانترميديت هينج اللي هو سميشن مومنت ات انترميديت هينج لو من اليمين او من الشمال بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. هبدا يا شباب اعمل ايه؟ هنحل مع بعض اول مساله. الكلام ده مش جديد عليكم يا شباب، الكلام ده اتشرح قبل كده في السكاشن والناس كلها اكيد مجمعه وفاكره الكلام ده. طيب يا شباب انا عندي اول مساله هنا اهو، قال لي ان انا عندي هنا فيكسد سبورت وعندي هنا حمل موزع، تمام، بتوزع على مسافه 4.5 متر، وعندي حمل كونسنتريتد لود 4 طن على مسافه 1.5 من السبورت، وعندي هنا كونسنتريتد لود حمل مركز على بعد 4 طن على بعد 4.5 متر، تمام، وعندي هنا السبورت بتاعي، هنا عندي فيكسد وهنا عندي رولر سبورت، وعندي هنا عزم مركز 4 متر طن بيلف مع العائد. تمام يا شباب؟ هبدا احل المساله. هو بيجي في المساله يقول لك فايند رياكشنز، تمام، او اوجد ردود الافعال. هبدا اشوف الركائز اللي عندي او السبورتات اللي عندي. الاقي ان اول سبورت عندي فيكسد، الفيكسد سبورت احنا قلنا ان بيمنع الحركه في ثلاث اتجاهات، فبالتالي بيتولد عندي فورس رد فعل في واي ورد فعل في اكس، وعندي بيمنع الدوران، فبالتالي بيديني مومنت ام اي. تمام يا شباب؟ عشان الناس اللي مش شايفاه بس. تمام يا شباب؟ هاجي بعد كده الاقي عندي الرولر سبورت اللي هو الرولر سبورت قلنا انه بيمنع الحركه في الاتجاه الراسي، فبالتالي بيتولد عندي رياكشن راسي واحد فقط. تمام؟ ويفضل يا شباب لو فاول ما تيجي المساله ان انا ما بكونش مرقمه كده اي بي سي، لا يفضل لو يوم جاي مش مترقمه انت ترقمها عشان تبقى عارف انت رايح ازاي، هتاخد المومنت وبتعرض برضه اللي بيصحح لك المساله هو انت واخد المومنت فين ورايح فين. فانا بسميها عند النقطة الركائز او عند الانترميت هنج، بيكون يفضل هنا عند السبورت هنا ايه؟
واجي هنا في انترميديت ام جي بي وهنا مثلا في سي، مش هتفرق معايا اسمي دي دي، ما فيش مشكله. هاجي اخد الشباب، اول حاجه هفرض الاتجاهات بتاعتي، اقول والله انا جيت فرضت الرياكشن بتاع واي ال فوق، وعندي الاكس اي رايح يمين، وعندي المومنت ايه فرضته مع عكس العقارب، تمام، وهنا الواي سي، تمام يا شباب، فرض الفوق. هاجي اقول يا الله هندسه انا عندي لما الفورسز بتاعتي او ردود الافعال تكون في اتجاه اكس رايحه كده، يبقى ده الموجب بتاعي، طالعه لفوق في الواي يبقى ده الموجب بتاعي، المومنت بتاعي بيلف مع العقارب يبقى ده ايه الموجب بتاعي، تمام يا شباب. حد عنده سؤال لحضرتك يا شباب ولا حاجه؟ طيب هاجي بعد كده يا شباب الاقي ان انا عندي في سمشن الفورسز في اتجاه اكس بيساوي صفر، ده اول معادله اتزان بتاعتي، ان انا مجموع القوى في اتجاه اكس بتاعتي بتساوي صفر. هاجي الاقي ايه القوى معايا؟ هلاقي في الاكس اي اللي هو الرياكشن الاكس اي، مفيش اي فورسز في اتجاه اكس يا شباب، فبالتالي الاكس اي الرياكشن بتاعي بصفر، يبقى ده اول رياكشن رد فعل انا اطلعه. هاجي بعد كده يا شباب عند سمشن الفورسز في اتجاه واي بتساوي صفر، هلاقي معايا ايه؟ هلاقي معايا الواي اي طالع معايا لفوق موجب، والواي سي طالع معايا لفوق موجب، على حسب الافتراضات الاتجاهات اللي انا فرضها، انا فرض ان طالع لفوق موجب، تمام؟ هاجي بعد كده الاقي اللي نازل معايا من فوق، هلاقي ال 4 طن من الحمل المركز نازل من فوق هتبقى سالب 4، والاقي ان الحمل المركز اللي نازل معايا من فوق تاني هيبقى سالب 4، وعندي فيه حمل موزع قيمته 2 طن لكل متر داش، عايز اركز الحمل ده هيكون عباره عن قيمته، ده حمل مستطيل هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن تركيز الحمل، هيكون قيمه الحمل في المسافه اللي بيتوزع عليها، هيبقى 2 في 4.5 ونازل لتحت، هيبقى نازل لتحت، فبالتالي هيكون بالنيجاتيف، هتبقى سالب 2 اللي هو قيمه الحمل في 4.5. تمام يا شباب، هاجي احط المعادله، يبقى واي اي زائد واي سي ناقص 4 ناقص 4 ناقص 2 في 4.5 بيساوي صفر، هطي اصف المعادله ديت، يبقى الواي اي زائد الواي سي بتساوي 17، ده ايكويشن رقم 1. هاجي بعد كده يا شباب انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اجيب، انا لو جيت عندي الانترميت هينج دي يا شباب، تمام، لو جيت احنا قلنا في وظيفه الانترميت هينج او من فوائدها ان بتديني عزوم زياده، ان هي بتديني معادلات زياده، لو جيت خدت سمشن المومنت عند الانترميت هينج دي من اليمين، انا ما عنديش مجهول غير مجهول واحد اللي هو الواي سي، فبالتالي هاخد المومنت عند النقطه بي من اليمين علشان يعمل لي يجيب لي قيمه السبورت ده. هاجي يا شباب انا فرض يا شباب زي ما اتفقنا فوق هنا ان انا لما يتحرك معايا مع العقارب الساعه ده الموجب بتاعي، هاخد سمشن المومنت ات بي رايت عند نقطه بي من اليمين، يبقى انا هاخد سمشن المومنت عند بي من اليمين، يبقى ده هاخد الجزء ده، تمام يا شباب. هيجي بعد كده اول حاجه همسكها هلاقي 400 طن حمل مركز بيلف مع العقارب مع الفرض ان الفرض موجب، يبقى بالتالي موجب زائد، هلاقي بعد كده عندي الحمل المركز اللي 4 طن هتبقى عباره عن 4 في المسافه العموديه بتاعته اللي هي بكام؟ 1.5، يبقى 4 في 1.5 بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا يا هندسه ده بيلف مع العقارب، يبقى بالتالي هيكون بوزيتيف. طيب يا شباب زائد انا عندي في حمل موزع هنا قيمته 2 طن كل متر طولي بيتوزع على مسافه المتر ونص، انا باخد اللي هو المين الانترميديت هينج، تمام، هلاقي ان في حمل موزع بيتوزع على مسافه متر ونص قيمته 2 متر 2 طن كل متر طولي، هاجي عايز اركز الحمل ده هيكون عباره عن كام؟ هيكون عباره عن 2 في 1.5، ده قيمه الحمل 2 في 1.5، تمام يا شباب، هتبقى عباره، معلش يا شباب، بس 2 في 1.5 ده قيمه الحمل اللي هو هيبقى 3. طيب المسافه اللي بيتوزع عليها احنا قلنا بيتوزع على مسافه متر ونص، فيكون مرتكز فين؟ في نص المسافه اللي هو على بوينت 75، يبقى انا عندي الحمل بتاع 2 في 1.5 في المومنت بتاع بوينت 75 بيلف ازاي؟ هندسه بيلف مع العقارب، تمام يا شباب، مش همسح بس الدوشه دي كلها.
تمام يا شباب. يبقى انا جيت عرفت ان انا عندي اثنين حمل موزع واحد ونص في المسافه بتاعتي بوينت 75. هاجي بعد كده انا خدت ده وخدت ده وخدت ده، بقى عندي ايه؟ بقى عندي الرياكشن. الرياكشن ده هيبقى عباره عن ايه؟ الواي سي مضروب في المسافه كام؟ المسافه العموديه اللي عند الانترنت جي 2 زائد 1 ونص هتبقى 3 ونص. طب بيلف ازاي هندسه؟ بيلف عكس العقال، عكس العقال. تمام يا شباب؟ فبالتالي بالنيجاتيف انا عندي الداله دي كلها بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. من هنا اقدر اطلع الواي سي بتاعتي بكام؟ ب 3 ونص طن. طلعت الواي سي موجبه يا شباب، ده معناه ايه؟ معناه ان انا كنت فارض اتجاه الرياكشن بتاعي صح، يعني انا فارضه صح، يبقى الواي سي ب 3 ونص، معناه كده ان الرد الفعل بتاعي هيبقى فعلا بيساوي 3 ونص والرياكشن بتاعي طالع لفوق. ماشي يا شباب؟ هاجي بعد كده يا شباب انا مطلعت قيمه الواي سي، ماشي، وانا عندي الايكويشن بتاعت السمشن الاف اوف السمشن الاف اوف ايكويشن رقم 1، بطلع قيمه الواي سي اعوض في الداله في المعادله دي هيطلع لي قيمه الواي، طلعت الواي اي موجبه يا شباب 13 ونص، طلعت بوزيتيف كمان. تمام، طلعت بوزيتيف يعني معناها ايه؟ معناها الفرض بتاعي انا فرض ان الرياكشن عند ايه الواي اي الراس اللي فوق طلع صح، يبقى الفرض فعلا بتاعي صح. تمام، يبقى 13 ونص. طيب يا شباب واحد هيقول لي هندسه، طب نفترض يا هندسه ان انا الواي سي مثلا هنا احنا عارفين انها كانت طلعت موجبه، طلعت مثلا بالنيجاتيف، تمام، طلعت بالنيجاتيف، وطلعت بالنيجاتيف معناه ان الفرض بتاعي يا شباب اللي انا كنت عامله كان غلط، يبقى المفروض ان الرياكشن بتاعي بدل ما هو طلع هيبقى نازل لتحت، بس هو قيمه 3 ونص. طيب لما اجي هندسه مثلا ونفترض ان قيمه الواي سي دي كانت بالنيجاتيف وبعدين انا قلت لا ان هي عكس الفرض هندسه ونازله لتحت وهتبقى القيمه بالبوست، لما اجي اعوض في الداله دي اعوض بالقيمه السالبه هندسه ولا بالقيمه الموجبه؟ لا يا هندسه، انا الداله اللي فوق دي انا كنت فارض على الاتجاهات القديمه على الغلط، تمام، فبالتالي لما اجي اعوض مش هقول واي ايه زائد 3 ونص، اقول لا ناقص 3 ونص، تمام، يبقى اعوض بالقيمه السالبه. لو نفترض ان دي كانت طلعت بالسالب يعني بس الحمد لله طلعت معايا موجبه هنا وهنا طلعت معايا موجبه. باقي اخر رياكشن عندي يا شباب اللي هو ايه؟ اللي هو الام اي المومنت المركز اللي جاي رد الفعل، رد الفعل اللي جاي عند سبورت فيكس. طيب انا يا شباب عندي دلوقتي عايز اجيب، انا معايا الواي اي جبته، لو جيت يا شباب خدت سمشن المومنت عند نقطه بي الانترنت هنج من الشمال بس، تمام يا شباب، انا المفروض انا عندي ايه؟ انا معايا الواي اي والاكس اي كده كده بصفر وعايز اجيب الام اي، مفيش غير رياكشن واحد فبالتالي معادله واحده هقدر اجيبه منها، هاخد سميشن مومنت عند بي ليفت، تمام، بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. هلاقي ان انا عندي، انا فارض ان الاتجاه الموجب بتاعي الشباب في الفروض اللي انا فرضها ان مع العقارب بوست، ماشي، هلاقي عندي في اول حاجه المومنت المركز، المومنت المركز اللي هو الام اي. طيب هندسه الام اي بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا هندسه بيلف عكس العقارب يبقى نيجاتيف، تمام، زائد انا عندي الواي اي، الواي اي تمام هتبقى الواي اي في المسافه العموديه اللي هي بكام؟ ب 3 متر، الواي اي 13 ونص في 3 متر. طيب بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا هندسه ده بيلف مع ايه؟ بيلف مع العقارب بلس، تمام. طيب هيجي بعد كده عند ال 4 طن الحمل المركز اللي هنا هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى عباره عن 4 في المسافه العموديه في 1 ونص. طيب نيجاتيف ولا بوزيتيف هندسه؟ لا نيجاتيف هندسه عشان بيلف معايا عكس العقارب، تمام. هيجي بعد كده عندي ايه تاني؟ عندي في الحمل الموزع على شمال الانترميديت هنج. طيب هيبقى عباره عن كام؟ هيبقى عباره عن 2 في المسافه اللي بيتوزع عليها اللي هي 3 متر، تمام، في المسافه هو بيتوزع هنا بيكون هنا عند 1.5، في المسافه بتاعته عند 1.5 هتبقى ايه؟ 2 في 3 ده قيمه الحمل، تركيز الحمل. طيب والحمل عندي في نص المسافه هيبقى ايه على مسافه 1.5؟ مسافه 1.5 من الانترميديتين يبقى 2 في 3 في 1.5. طيب يا شباب القيمه هندسه هتبقى بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ لا يا شباب احنا عندك دلوقتي الفورس بتاعتي بيلف ازاي؟ بيلف عكس العارف، فبالتالي هتكون القيمه بالنيجاتيف. يبقى انا عندي الام اي بتاعتي بكام؟ 25.5 متر طن. معناه ايه؟ معناه فعلا صح، انا لما كنت فارض ان اتجاه الام اي كده
طلع بوزيتيف، فبالتالي يبقى فعلا معاه فار. يبقى انا لما اجي بعد كده اروح جاي راسم له بقى، راسم الدكتور المساله كلها، واحط ايه، واحط الرياكشنات بتاعت اللي طلعت اللي هي 13 ونص 3 ونص، وعن قيمه المومنت المركز. حد عنده سؤال يا شباب؟ مش سالب 2 في 3 في 1 ونص، مش هيقدر سالب 2 في 3 على طول؟ لا يا هندسه، بص انا عندي دلوقتي قيمه الحمل بتاعي، انت زي ما انت عارف ان ده انا بجيب شمال الانترميديت، تمام؟ انا عندي الحمل الموزع بتاعي بكام؟ ب2، بيتوزع على مسافه ايه؟ 3 متر. هيبقى عباره عن قيمته كام؟ 2 في 3 كده. انا ايه، ركزت الحمل هو، بس عشان بالصدفه هنا في حمل مركز موجود في نص المسافه، فبالتالي هيكون برضو هنا في ايه زي فورسز كده موجوده، قيمتها كام؟ 6، 2 في 3 اللي هي 6، تمام يا شباب؟ تمام، ده 6 طن. بعد إذن طيب مهندس، اتفضلي. في سيجما مومنت عند البي رايت، هو ليه برضو، هو مش احنا المفروض بناخد اللي ناحية اليمين؟ طيب هو في النص لو وزعنا الحمل الموزع ده هيبقى 2 في 1.5 على طول من غير ال 75 من 100. يا باشمهندسة تمام، انت بتتكلمي صح، بس الاثنين في واحد ونص ده عبارة عن قيمة الحمل بتاعي، تركيز الحمل اللي هو الحمل بتاعي بيتوسع عندي على المسافة دي. زي ما قلنا يا باشمهندسة ان انا لما يكون عندي الحمل بتاعي موزع على هيئة مستطيل، بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن المسافة العمودية في قيمة الحمل. كده انا جبت تركيز الحمل، تركيز الحمل بتاعي على بعد كام؟ بوينت 75، تمام؟ تركيز الحمل على بوينت على في نص المسافه هنا، بوينت 75 من الانترميت هنا. هاجي عشان اجيب المومنت محتاج المسافه العموديه اللي هي تبقى بكام؟ هتبقى بوينت 75. طب ما احنا خدنا طريقة اسهل ان احنا نوزع الحمل ده على الثلاث فترات اللي عندنا، يعني احنا عندنا اللي هي 1.5 1.5 1.5، احنا بنوزع الاثنين في 1.5 والاثنين في 1.5، فدلوقتي احنا معانا بس 1.5 الاخير اللي هو عند اليمين، فانا برضو انا بصراحة مش فاهمة ليه ضربنا في 75%. هو الدكتور حلها كذا يعني، لا في لا السيشن كان في تمام، حد الباشمهندس اللي بيدينا كان بيحل، كان بيوزع الحمل الموزع ده على الفترات الثلاثة عشان ما نتلخبطش، بدل ما يحطها في النص ويضرب في المسافة كلها بتاعت المستطيل. تمام يا باشمهندس. بصي هو عامة اللي انت بتقول عليه، يعني انا مش فاهم يعني ايه الضوء بيوزعها على الثلاث فترات. هو دلوقتي انا عندي معادلة الانترميديت هنج، انا عايز اجيب سمشن المومنت من اليمين، يبقى هاخد جميع الفورسز اللي على اليمين الانترميديت هنج، تمام؟ بجيب مومنت يا باشمهندس، مومنت يعني ايه مومنت؟ يعني حمل مركز في مسافة عمودية، تمام؟ انا عندي دلوقتي ده مومنت مركز، مومنت مركز، فبالتالي بيلف مع العقارب مع الفرد بتاعي 4. هاجي بعد كده عند الاربعه دي حمل مركز، هتبقى 4 في المسافه العموديه. انا عايز ايه؟ عباره عن المومنت، عباره عن فورس في المسافه العموديه على النقطه اللي بحسب عندها، هتبقى 4 في 1.5، تمام؟ طيب بص لي هندسه عشان بيلف معانا عارف. هاجي بعد كده هلاقي ان انا عندي فيه حمل موزع. طيب الحمل الموزع ده هندسه يا باشمهندسه بيكون عباره عن قيمته طن كل متر طولي، يعني عباره عن ايه؟ حمل بيتوزع على مسافه، تمام؟ انا عايز اجيب تركيز الحمل ده، فلما اجي اروح جاي موزعه، اروح جاي مركزه، معلش، هيكون قيمه الحمل بتاعتي اللي هي 2 في المسافه بتاعت اللي هي 1.5، انا باخد اليمين الانترميديت هنج، تمام؟ لمين؟ هيكون عباره عن كام؟ 2 في 1.5 اللي هو المسافه اللي بيتوزع عليها، هتبقى بكام؟ ب3. كده عباره عن قيمتها كام؟ عباره عن ايه؟ انا ضربت طن كل متر طولي في متر، طير المتر مع المتر، 2 في 3، 2 في 1.5 بكام؟ ب3، يبقى قيمته ب3 طن. انا عايز اجيب مسافه عموديه عشان يبقى متر طن، يبقى هضرب في كام؟ هضرب في المسافه اللي هو بيتركز عندها الحمل اللي هو بوينت 75. وصلت يا باشمهندسه؟ تمام يا باشمهندس، شكرا. نلعب ماشي، حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ وناحيه الليفت باخدها برضو كلها، اخد المسافه 3 كلها ولا الواحد ونص؟ بالظبط يا هندسه، انا لما اجي اخد من الشمال، تمام، هاجي معلش هاجي اخد اول حاجه سمشن المومنت من الشمال، هاجي ابص الاقي عندي نيجاتيف الام اي. ليه نيجاتيف؟ لانه بيلف عكس العقارب، تمام؟ وعندي الاربعه طن مضروبه في كام؟ في 1.5، الاربعه طن مضروبه في 1.5. طيب المسافه بتاعتي ايه؟ بيلف عكس العقارب، سالب 4 في 1.5 انه بيلف عكس العقارب. طيب وعندي بعد كده ايه تاني؟ عندي اللي هو الواي اي ال 13.5، تمام؟
الواي ايه في المسافه بتاعت اللي هي 3 متر، ده قيمه الواي ايه. يبقى بيلف ازاي الهندسه؟ بيلف مع العقارب، فبالتالي بوست ماشي. هاجي بعد كده الحمل الموزع، عشان باشمهندسه اللي بتقول ان احنا بنوزعه بثلاث فترات، لا هو الفكره مش كده، الفكره ان انا جيت خدت سمشن مومنت هنا، فبالتالي باخد اللي على شمال الانترنت هينج كله، يبقى عباره عن قيمته كام؟ هيبقى عباره عن تركيز الحمل بتاعي عباره عن 2 في المسافه اللي بتوزع عليها شمال الانترنت 2 في 3 كده، يبقى قيمته بكام؟ 6 طن. 6 طن عايز اجيب مسافه عموديه، هو بيتوزع، هو ده لما بركزه بيتوزع فين او بيرتكز فين؟ بيرتكز ستة في بعد نص. في نص المسافه، فبالتالي هتكون 6 في كام؟ في المسافه اللي هو بيتوزع عليها، المفروض 3 على 2 هتبقى في 1.5، يبقى سالب 2 في 3 ده قيمه تركيز الحمل في 1.5. نيجاتيف ليه هندسه؟ عشان المومنت نفسه بيلف ايه؟ عكس العقارب. تمام يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ الرسمه الاخيره بنرسم فيها الاتجاهات الصحيحه كامله، صح كده؟ انت بتجيب بقى خلاص، بتحط عليها، بتصفي قيم الرياكشن انت جبتها. تمام، انت في الاول هندسه عارف يعني ايه مع الفرض او عكس الفرض. انا في الاول خالص بفرض، تمام، طلعت القيمه بعد كده بوزيتيف، ده بالصدفه كده ان هي طلعت معايا صح، فاهمني؟ يعني الفرض بتاعي كان صح، انا كنت فرضه من هنا الام ايه مع عكس العقارب، طلع فعلا لما جيت حليته طلع بوزيتيف، يبقى فعلا مع الفرض 25.5 وبعدين 13.5 وبعدين 3.5. مش مهندس، اتفضل. تمام، لو سمحت في جزء الليفت يا باشمهندس، هو انا كده يبقى عندي حملين مركزين المفروض، صح كده؟ اللي هو يبقى 2 في 3 ومركز عندي 1.5، صح كده؟ تمام يا هندسه، الله ينور عليك. وعندي ايه تاني؟ واللي هو 4 اللي هو برضو مركز عند 1.5. بالظبط، تمام يا هندسه، ماشي، شكرا. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ حضرتك الرسمه الاخيره برسم الاتجاهات، يعني لو كان طالع لي بالسهل برسم بقى الاتجاه الاصلي بقى، صح؟ بترسم بقى خلاص الاتجاهات الاصليه بتاعتك، يعني نفترض ان كانت هنا طلعت معاك الواي سي بالنيجاتيف، ده معناه انه عكس الفرض، انا كنت فرضها لفوق، لا تبقى نازل تحت والقيمه بتاعتك 3.5. تمام، هتلاقيها في مساله ثانيه هندسه، انا حلل لكم في البي دي اف ده، حلل لك كذا مساله علشان برضو الناس تضرب، وفي ارقام وانا حلل لك المسائل في الارقام الفاينل انسر، علشان الناس برضو تمسك ايه، لان المفروض اصلا احنا ان شاء الله الاسبوع الجاي الشيت اول شيت هيتسلم، انت خلاص بعد المساله دي انت المفروض كده البيمز خلصت، فانت كده المفروض ان اول شيت يكون معاك خلاص، هو يعتبر كله محلول دلوقتي، فان شاء الله الاسبوع الجاي عشان لسه هنظبط انا والمندوبه، هتبقى هتسلموا الشيتات باين اونلاين، فهنشوف الدنيا كده. بس انت كده يا شباب خلاص انت جاهز كده ان انت تحل اي مساله في شيت رقم 1. طيب على امتى مثلا يا باشمهندس يعني الميعاد؟ والله يا باشمهندس بس سيبيها كده، هنظبط مع الدكتور وهنشوف الدنيا، وان شاء الله انا ابلغ المندوب بتاعك كويس. خلاص كريم، تمام. طب لو سمحت اتفضل. نعم، لو مثلا يا باشمهندس الواي اي طلعت بسالب، تمام؟ تمام، انا هفرض طبعا الاتجاه الثاني عكس، مش مهم، المهم مثلا انا عوضت المعادله بسالب ولا موجب عشان اطلع القيمه الثانيه؟ لما تيجي تعوض هندسه ثانيه معادله قيمه الواي ايه، احنا قلنا زي ما هندسه قلنا قيمه. طب بص يا هندسه، هتجي لنا في مساله ثانيه قدام، مش يبقى الموضوع وصل. تمام يا شباب، كده المساله في البيمز خلصت، هنبدا نخش في حاجه جديده. في معلش يا شباب في مسائل كتير انا حلل لكم عليها، هتبقى موجوده زي كده، في مسائل زي كده على فكره معظم المسائل دي هتلاقيها موجوده في الشيت، انا مش الغرض ان انا منزلها لك في البي دي اف، ان انت خلاص تاخد بقى تنقل الشيت من البي دي اف وخلصت، لا يا شباب يا ريت نهتم بالموضوع، انا منزل لك المساله بالحلول بتاعتها علشان انت تشيك على نفسك، يعني الموضوع مش انت اعمل كده على نفسك بس، وهتلاقي معظم المسائل اللي انا منزلها اصلا موجوده في الشيت عندك، فيا ريت بس الناس ايه تهتم بالموضوع والناس تحل، كل ما الناس هتحل كل ما الناس ايه هيبقى الموضوع سهل يعني، وبالذات الاستراكشر بيعتمد اكتر ان انت كل ما تحل كتير كل ما الموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل. طيب يا شباب عشان بس معاد السكشن، وقت السكشن في عندي شابتر 2 ده بيتكلم عن حاجه اسمها الفريم اند تراس واكشن، تمام؟
برضه ردود افعال، انا ما بجيبش حاجه، انا برضه بجيب ردود افعال. طيب ايه هندسه الفريمات؟ بص يا باشمهندسين، الصوره دي واضحه عندكم؟ واضحة يا دكتور. تمام. بص يا شباب، انا بلاقي عندي مثلا وليكن ان انا عندي قطعه ارض 60 متر في 10 متر، تمام؟ او مثلا وليكن دي مثلا 20 متر، مش هتفرق معايا في حاجه، 60 متر في 20 متر. ايه الفريمز يا هندسه؟ الفريمات دي عباره عن حاجه بعمل ايه؟ بعمل بيها تغطيه للمصنع. بعمل بيها اتفضل يا باشمهندس. تمام يا شباب، نركز مع بعض. بلاقي ان انا عندي المسافه بتاعتي دي 20 متر في طول بتاعي 60 متر، تمام يا شباب؟ هاجي بعد كده هلاقي نفسي ان انا عاوز اغطي في حاجه اسمها الفريمز. ايه فائده الفريمز او انا بستخدمه ليه؟ الفريمز فائدته يا شباب ان انا عندي المسافه دي ممكن توصل معايا ل 20 متر ل 24 متر، غير الكاميرا. الكاميرا مثلا اخرها معايا ممكن تكون في السمبل سبورتد مثلا توصل معايا 4 متر 5 متر، فبحتاج حاجه تكون بحورها. البحر بتاعي ده اسمه البحر، البحر بتاعي يكون واسع يوصل معايا 20 متر زي المصانع مثلا. فبالتالي هلاقي نفسي ان انا بعمل ايه؟ بحط زي مجموعه فريمات كده ورا بعضيها، وليكن بالترتيب ده هندسه، بتكون على مسافه مثلا بين كل فريم وفريم 6 متر مثلا. يعني اول فريم هاجي احطه هنا، ثاني فريم هحطه هنا، ثالث فريم هحطه هنا، تمام يا شباب، رابع فريم، وهكذا. المسافه بين كل فريم وفريم كام؟ 6 متر. هو ده الفكره من الفريمات، ان انا بستخدمه في حاجه انت ممكن تلاحظه انت موجود ايه مثلا في المصانع. تلاقي ان المصنع من جوه انا مش حاسس فيه اي عمدان خالص، انا عايز المصنع من جوه مثلا وليكن عايز يكون نظيف من جوه، يعني ما فيش حاجه تضايقني عشان في مكان داخل، في مكان طالع، في ونش شايل حاجه، ما يقعدش يخبط في العمود ده كل شويه. فبالتالي بلجأ لحاجه اسمه نظام الفريم سيستم. تمام؟ فريم سيستم ده زي ما انتم عارفين ان هو ممكن يكون معرض من على الجنب من هنا، يجي له مثلا احمال جانبيه زي حمل الرياح، لان معظم المصانع ممكن تبقى موجوده في مكان خالي، يعني مكان زي الصحراء، فاكيد معرض لاتجاه الرياح من على اليمين من هنا من فوق مثلا. هو على فكره هندسه مش لازم الفريم يكون دور واحد، لا ممكن يكون دورين او ثلاثه، ممكن يكون الدور اللي تحت ده المصنع، الدور اللي فوق الدور الثاني ده ممكن يكون مكاتب مثلا، مكاتب المهندسين الموجودين فيه. فبالتالي الاحمال اللي بتجي لي من فوق هتلاقي احمال ديد لود واحمال لايف لود. عارفين احمال الديد لود؟ اتكلمنا عنها قبل كده، اللي هي الاحمال اللي بتكون ثابته في مكانها زي الفرش، المكاتب، المكتب نفسه، الكراسي نفسها، دي حاجه ثابته، لو جيت سبتها النهارده هاجي بكره الاقيها في نفس مكانها. انما في حاجه اسمها لايف لود. ايه اللايف لود؟ ده حمل متحرك، حمل متجدد، زينا كده مثلا لما بنخش المدرج. احنا ممكن في ربع ساعه موجودين في المدرج، ممكن بعدها بنص ساعه مش موجودين، فاحنا حمل رايح وجاي، يعني موجود بس ايه على فترات، مش حمل دايم زي الديد لود. فانا عندي الاحمال اللي بتكون عندي موجوده من فوق دي بتكون احمال ديد لود ولايف لود، واحمال جانبيه بتكون احمال الرياح او احمال مثلا اي احمال جانبيه بتاثر عندي. الفائده كلها بس انا بعرفك يعني ايه فريم، انت مش مطالب انك تعرف الحمل ده جاي ليه او جاي قيمته كام او جاي منين، لا ده بيخص مدني اكتر، ان هم بيحسبوا قيمه الحمل ده على اساس ببدا اعمل الديزاين الفريم بتاعي. فيا شباب ده هو باختصار حاجه اسمها الفريم. تمام؟ هاجي يا شباب عند الفريم، نفس المعدات الاتزان اللي كانت موجوده في البيمز هي نفس المعدات الاتزان اللي موجوده في الفريم، اللي هو ايه؟ سمشن فورسز في اتجاه اكس بيساوي صفر، سمشن فورسز في اتجاه واي بيساوي صفر، سمشن مومنت ات اني بوينت، وقلنا يفضل ان القطعه عند السبورت بيساوي صفر، وفي معدات الانترميديت انجن. تمام؟ هاجي يا شباب في اكزامبل رقم واحد عندي ده، هبص للمساله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عندي المساله بتاعتي لو مش متسميه اي بي سي دي ببدا اسميها انا بايدي، لو المساله جايه في الامتحان كويز اي حاجه لا سميها انت بايدك اي بي سي دي. ليه؟ عشان تبقى عارف مثلا انت بتاخد سمشن مومنت عند نقطه ايه، عند نقطة بي، عند نقطة سي، فأنت تبقى عارف أنت بتسهل نفسك الحل وبتسهل على اللي بيصحح لك الحل. تمام؟ هاجي يا شباب أبص هلاقي عندي حاجة اسمها هنا رولر سبورت، ولا في حاجة عندي اسمه هنج سبورت.
عارفين ان الرول سبورت بيمنع الحركه في الاتجاه الراسي، فبالتالي بتولد عندي رياكشن راسي واحد فقط اللي هو عباره عن ايه؟ الواي اي، تمام؟ والاقي عندي ان انا عندي في الهنج سبورت ده بيتولد عندي بيمنع الحركه في اتجاهين الراسي والافق، تمام؟ يبقى بيتولد عندي رياكشنين اكس اي والواي دي. طب يا هندسه هل الافتراضات دي قران؟ لا عادي مش شرط، ممكن الاكس دي افرضه انا مثلا ان رايح لهناك، ممكن افرضه رايح كده، ممكن الواي دي بدل ما انا افرضه طالع لي فوق على طول كده، لا انا هفرضه ايه؟ نازل لتحت، تمام؟ ف 99% من المسائل يا شباب هتلاقي ان الواي اي والواي دي او قيم الرياكشنات اللي طبعا فوق هتلاقي في كتير قوي منها بيبقى الفرض بتاعي صح، ان انا افرضه من فوق صح، فبالتالي انا بسهل على نفسي من الاول وبفرضها ايه؟ صح. الاكس ايه بقى؟ الاكس دي او قيم الرياكشنات في اكس مش شرط، ممكن تفرضها يمين او شمال، ما لهاش خاصيه معينه. يعني انت على حسب فرضك، بس يفضل ان انت تيجي تفرض الرياكشن الراسي تفرضه طالع لفوق، لانه في المعظم اصلا هتلاقي الرياكشن طالع معانا لفوق. تمام يا شباب؟ انا جيت كده عملت الرياكشنات بتاعتي وعرفت الرياكشنات، انا فرض الاتجاهات بتاعتي، انا فرض ان انا ماشي هنا كده، الاكس بتاعي البوزيتيف، الواي بتاعي فوق بوزيتيف، المومنت في اتجاه عقارب الساعه بوزيتيف. تمام يا شباب؟ هاجي اتفضلي. نعم، هو انا في السبورت هنا لو الواي اكس يعني الرياكشن اللي طالع بتاع الواي والاكس الاثنين يبقوا يا اما خارجين من السبورت يا اما داخلين فيه، ولا ده مش شرط؟ مش شرط، يعني ممكن ده داخل وده طالع عادي، ممكن ده داخل وده داخل عادي، ممكن الاثنين طالعين عادي، مش شرط. انا ده مجرد فرض، بعرف بعد كده في المساله هل الفرض بتاعي ده صح ولا غلط، بس طب اعرف ده. نعم، لا بقولت على حضرتك. تمام، شكرا. لا طيب نرجع تاني للمساله يا شباب، لان انا عندي قيمه الرياكشن في اكس رايح يمين ده بوزيتيف، رياكشن في واي اللي فوق طالع ده بوزيتيف، ده انا فرضه هنا بوزيتيف. دي بقى القاعده الاساسيه اللي انا بمشي عليها في باقي المساله، يعني في حل المساله. ماشي؟ فهبدا يا شباب اعمل ايه؟ هبدأ أول حاجة، أول معادلة اتزان عندي اللي هي summation الفورسز في اتجاه X بيساوي صفر، تمام؟ هاخد جميع الفورسز وردود الأفعال اللي موجودة في اتجاه X. أنا فرض إن اتجاه X اللي رايح كده هو ده البوزيتيف بتاعي، ماشي؟ هلاقي معايا إيه في X؟ هلاقي معايا أول حاجة في حمل موزع هنا رايح في الاتجاه اللي هناك، رايح في اتجاه X كده. طيب قيمته بكام يا هندسة؟ قيمة الحمل بتاعي 2، الحمل الموزع على مسافة 3 متر، هيبقى قيمته 2 في 3 بكام؟ ب6 طن. طيب يا هندسة تركيز الحمل هيكون متركز فين؟ هيكون متركز على مسافة 1.5، تمام؟ 6 طن. طيب رايح لمين ولا شمال؟ مع الاتجاه الموجب ولا النيجاتيف؟ لا رايح مع الموجب، يبقى 2 في 3 والموجب هنا. طيب اللي فتح المايك يا شباب، باشمهندسين اللي فتح المايك، يا شباب نطلع طيب ولا ايه؟ اللي فاتح المايك يا شباب. تمام يا شباب الناس معايا؟ هبدأ يا شباب، انا عندي الحمل الموزع هنا قيمته 2 طن لكل متر طولي متوزع على مسافه 3 متر، هيبقى قيمته كام؟ 2 في 3، تمام؟ قيمته ب6 طن، رايح ازاي يا هندسه؟ رايح مع الموجب بتاعي، هيبقى 2 في 3 بص اللي هو 6 طن، زائد ايه الفورس الثانيه في اتجاه اكس معايا؟ في ال 1 طن هنا، ده حمل مركز 1 طن، رايح ناحيه اليمين، رايح ناحيه الموجب، هيبقى بالبوست، تمام؟ هلاقي بعد كده عندي الرياكشن الاكس دي انا كنت فرضه رايح كده، تمام؟
فبالتالي هيبقى ايه؟ انا فا هيبقى ايه؟ هي بوزيتيف. طب لو هندسه انا فاضي ورايح كده لهناك عادي مش هتفرق، هتبقى نيجاتيف اكس دي. ماشي؟ كل ده القيمه بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. هاجي بعد كده قيمه الاكس دي بتاعتي بتساوي سالب 7. يعني ايه سالب 7؟ يعني انا كده هندسه انا كنت فرض ان الاكس دي رايحه لهناك، لا يبقى ده الفرض بتاعي غلط. المفروض ان الاكس دي هتبقى كام؟ هتبقى رايحه لهناك، وقيمه الرياكشن بتاعي ب 7 طن، يبقى قيمه الرياكشن بتاعي ب 7 طن. تمام؟ معلش هو الاكس دي ده فين؟ الاكس دي الرياكشن هندسه، الرياكشن انا عند نقطه دي عند الهنج ده، مش انا عندي الواي دي وعندي الاكس دي؟ هو لسه شايفه. ماشي تمام يا شباب. كده انا جبت ايه؟ انا جبت قيمه الاكس دي لقيتها بالسالب، ده معناه ان انا عرفت ان هو ايه؟ ان هو كده عكس الفرض بتاعي. يبقى بالتالي الاكس دي لا مش رايحه كده، لا ده رايحه لاتجاه الشمال، اكس دي رايح لهناك. ماشي؟ هيجي بعد كده يا شباب هاخد سمشن فورسز في اتجاه واي، تاني معادله اتزان عندي. تمام؟ هاخد سمشن فورس في اتجاه واي، انا فرض الاتجاه اللي طالع لفوق موجب، فهلاقي معايا اول حاجه الواي اي، هلاقي معايا الواي دي. تمام؟ وخد بقى كل الفورسز اللي هو في اتجاه واي، يبقى الواي اي عشان طالع لفوق بوزيتيف، والواي دي عشان طالع لفوق بوزيتيف، وهلاقي بعد كده ان انا عندي ايه؟ في الحمل الاربعه طن اللي نازل من فوق في اتجاه واي هياخده بكام؟ نازل معايا من فوق، فيبقى بالنيجاتيف، هتبقى سالب 4 بتساوي صفر. هاجي اصفي المعادله دي، هتبقى واي اي زائد واي دي بتساوي كام؟ بتساوي 4 طن. طيب دي معادله فيها مجهولين، هسميها ايكويشن واحد. تمام؟ هاجي بعد كده يا شباب هاخد ايه؟ هاخد يا شباب سميشن ايه؟ سميشن الفورس او سميشن المومنت عندي. هاخد بعد كده سميشن المومنت عند نقطة دي. طب ليه خدت عند دي هندسة؟ لأن دي عندها رياكشنين، فبالتالي يفضل ان اخد المومنت عندها، لان هو لما هيجي اخد المومنت عندها مفيش، مش هيبقى في مسافه عموديه للرياكشن ده، تبقى المسافه بتاعتهم بالصفر، فبالتالي مش هيدخلوا معايا في المعادله. هاخد سميشن المومنت للمنشأ كله عند نقطه دي. انا فرض ان اتجاه الموجب بتاعي مع عقارب الساعه، هاخد هبدا من الشمال من هنا، هلاقي في عندي حاجه اسمها الواي اي رياكشن. الواي اي، الواي اي في المسافه العموديه بتاعته بكام؟ الواي اي في مسافه 3 متر. طب بيلف ايه هندسه؟ بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ هندسه ده بيلف مع العقارب، هتبقى الواي اي في 3. تمام؟ زائد انا عندي الهم الموزع اللي هو قيمه 2 طن على المتر الطولي المتوزع على مسافه 3 متر. مش انا لما جيت ركزت في الاول كان 6 طن، وهيتركز على مسافه 1.5. تمام؟ هيتركز على مسافه 1.5. طيب لما اجي امشي بالخط ده كده، همشي بالفورس ده بالقوة المركزة دي، همشي بيها، هلاقي ايه؟ فين المسافة العمودية؟ المسافة العمودية بتاعتي بصفر، لأن هو بيمر بنقطة ايه؟ اللي أنا باخد عندها المومنت، مفيش نقطة، مفيش مسافة عمودية، فبالتالي هتكون عبارة عن قيمتها 6 في صفر. تمام؟ زائد أنا عندي فيه هنا مومنت ايه؟ مومنت مركز، قيمته 4 طن. طيب بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا يا هندسة بيلف مع العقارب، يبقى قيمته بوزيتيف، يبقى 4 طن. وعندي بعد كده عندي ال 4 طن اللي هنا دي هندسه، ال 4 طن دي لما اجي همد الفورس بتاعتي دي هتمر بمركز القوه، مفيش مسافه عموديه، يعني مفيش مسافه عموديه، فبالتالي هتبقى ايه؟ 4 في صفر، وبالتالي انا ما كتبتهاش هنا. هاجي بعد كده هاخد ال 1 طن دي، ال 1 طن دي المفروض ان ايه المسافه العموديه عليها؟ هتكون عباره عن قيمتها 1.5، هتبقى 1 طن المسافه العموديه اللي هو 1.5. تمام؟ 1.5. طب بتلف في هندسه؟ بتلف مع العقارب، يبقى بالتالي قيمتها بوست. كل المعادله دي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طلع من هنا يا هندسه قال لي ان الواي اي بسالب 1.833. ده معناه ايه يا هندسه؟ معناه ان انا كنت فارض، بدل ما انا فارض اتجاه الرياكشن لفوق كده، بقى الاتجاه الفرض بتاعي غلط. لا، هو المفروض ان الرياكشن بتاعي يكون ايه؟ هيكون نازل لتحت. تمام؟ هيكون نازل لتحت. تمام يا شباب. هاجي بعد كده انا جبت قيمه الواي اي، ماشي، ومعايا قيمه الاكس دي، باقي لي الواي دي. لما هاجي اعوض في ايكويشن رقم واحد،
تبقى الواي اي زائد الواي دي بتساوي 4، ماشي؟ اللي هي الايكويشن دي. طيب الواي اي هندسه اعوض عنها بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ لا هندسه، لا اعوض عنها بالنيجاتيف، لان انا كنت لما كاتبها هنا فوق كنت فرض ان اتجاهها لفوق، فبالتالي كنت فاكرها ان اتجاهها لفوق، فكنت فاكرها ان هي موجبه. لا، بس لما جيت حسبت تحت طلعت قيمه الواي اي بالنيجاتيف، يبقى بالتالي لما اجي اعوض عنها هتبقى بسالب 1.83، هيطلع لي هنا قيمه الواي دي اللي هو 5.833. هاجي بعد كده هرسم المعادله بتاعتي واحط عليها قيمه الريشنات بتاعتي بالاتجاهات الجديده. الواي دي طالعه معايا لفوق 5.833، وعندي الاكس دي ب 7 طن، وعندي الواي اي ب 1.833 طن. ماشي يا شباب؟ لازم الرسمه دي يا باشمهندس. بص يا هندسه، انت بترسم الرسمه دي، انا كل ده انت بتاخد خدت البيمز، خدت الفريمز، خدت التراس، انت كل ده بتحسب رياكشنات. الرياكشنات دي هتيجي بعد كده هرسم بيها حاجات اسمها النورمال فورس دايجرام والشير فورس دايجرام وعند البندنج مومنت. فبالتالي انا كل الرياكشنات دي انا بجيبها، يعني دي خطوه علشان احتاجها في حاجه ثانيه بعد كده. يفضل ان انا ارسمها ليه؟ لما هرسمها هوضح الممبر ده عليه كومبريشن، عليه تنشن، الفورس طالعه الفورس نازله، هتسهل عليك انت بعد كده رسم ايه الدياجرامات اللي هنشتغل فيها بعد كده ان شاء الله. فبالتالي يعني يفضل ان انت بعد ما تجيبهم تروح جاي حاططهم كده على رسمه. تمام، شكرا يا باشمهندس. العفو. بعد اذن حضرتك يا باشمهندس، احنا 6-0. ليه 6-0؟ نعم. بص يا هندسه، بص انت عارف ان انا عندي لما يكون نفترض ان انا عندي الفورس بتاعتي ماشيه كده تمام، وعايز اجيب المومنت عند النقطه دي مثلا، يعني النقطة عند المومنت، فبالتالي الفورس دي ماشية كده. ايه المومنت بتاعها؟ يعني انا بقول يعني ايه مومنت؟ عبارة عن الفورس في المسافة العمودية، ماشي هندسة؟ في المسافة العمودية، وليكن ال L هتبقى عبارة عن ايه؟ المومنت عند النقطة دي هيكون عبارة عن ال F في ال L. نفس الفكرة هنا، انا بعد ما ركزت الحمل الموزع ده جه على مسافة كام؟ 2×3 بـ6، على مسافة متوزع، على مسافة او مرتكز عندي مسافة 1.5 تمام. فبالتالي لما اجي احطه في 1.5، انا عندي هناك اصلا ده برضو المسافه 1.5، فلما جيت اميت الفورس دي مفيش مسافه عموديه، المسافه العموديه بتاعتي بكام؟ بصفر، فهتبقى 6-0. تمام يا هندسه؟ تمام يا دكتور. تمام، ماشي. طيب يا باشمهندس، اتفضل. هو اسمه ده الفريم اي بي وسي دي مش هنشتغل على بعض او منفصلين عن بعض ولا؟ لا، من ناحيه المومنت يعني اللي هو 6-0 دوت، فمش هو المفروض ان هو مش تبع بعض يعني ولا ما تبع بعض؟ لا، هم كلهم تبع بعض يا هندسه. لو تفتكر ان انا لما جيت قلت لك ان انا عندي لما يكون ايه الفريم او ايه المصنع، الفكره هندسه ان الفريم ده انا 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 عشان انا كراجل مدني عارف يعني ايه فريم، انما انت برضه كراجل معماري معلش باور، فالموضوع بالنسبه لك انت مش متخيل المنظر. انا عندي مش دي الكاميرا انت واخدها صح؟ دي الكاميرا اللي انت واخدها اللي احنا كنا واخدينها قبل كده في السكاشن اللي فاتت. جيت بعمل حاجه اسمها فريم، يعني ايه؟ بنزل عمود من فوق وعمود من تحت وبحط في العمدان دي ايه؟ ركائز. تمام؟ فبالتالي انا بعمل ايه؟ الكونكشن دي بصممها ان هي تنقل المومنت معايا من الكاميرا للعمود. هو ده الفكره من الفريم، يعني هم كلهم مع بعض متصلين مع بعض، مش حاجه لوحدهم. يعني هو الفريم ده كله فريم اي بي سي دي، مش اي بي وسي دي لوحده، لا الفريم كله على بعض. تمام يا هندسه؟ يعني افترض هندسه كده ممثلا لنفسك ان ده عباره عن كاميرا وفي عمودين نازلين والعمودين فيهم ايه؟ سبورتات. تمام يا هندسه؟ تمام، شكرا جدا. ماشي. طيب يا باشمهندس، هو انا لو عكست اتجاه المومنت ده، لان احنا في المحاضره اخذنا اللي هو العكس عقارب الساعه ده اللي بيبقى بوستيف. تمام يا باشمهندس، مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة ولا يفرق معاك في أي حاجة. أنت افرض إن الاتجاه ده الموجب بتاعك، وافرض إن الاتجاه الموجب ده بتاعك، وافرض إن الاتجاه اللي ماشي عكس العارف هو الموجب بتاعك. ولا يفرق معاك؟ النموذج هيختلف. نعم؟ لا بس بس أنت بقى لما تيجي تشتغل في المعادلات هنا لازم تراعي الحتة دي. أنا لما جيت اشتغلت هنا كنت واخد إن اللي مع العارف هو اللي بوزيتيف، إنما أنت لما تيجي تشتغل هنا هتشتغل اللي مع العقارب هيبقى نيجاتيف واللي عكس العقارب هيبقى بوزيتيف. وصلت لك هندسه؟
يعني هرجع تكتب المعادله دي من اول وجديد تاني. والناتج، والناتج هيختلف؟ لا، قيمه الناتج زي ما هي، قيمه الناتج زي ما هي، بس هيفرق معايا مثلا ايه، انت عارف ان الواي ايه بوزيتيف يعني انا مع الفرد بتاعي، الواي ايه نيجاتيف يبقى عكس الفرد بتاعي. وصل لك؟ هو ده الموضوع كله يعني. هندسه تمام تمام شكرا. انا الموضوع كله يا شباب عشان برضو الناس ما تبقاش متلخبطه، انا بفرض اتجاه الاكس رايح كده البوزيتيف، اتجاه الواي طالع كده البوزيتيف. في ناس زمايلكم بيقولوا ان الدكتور شرح لهم في المحاضره ان اللي مع العكس، العكس العارب هو البوست، مفيش مشكله صح برضو، بس الفكره ايه، اراعي ده وانا بجيب المومنت. يعني نفترض ان انا عايز اشتغل دي والبوزيتيف بتاعي عكس العارب، ماشي، هاجي اشتغلها ازاي؟ هلاقي ان الواي ايه في المسافه العموديه ب 3 متر، تمام؟ طيب بيلف هندسه مع العارب ولا عكس العارب؟ لا بيلف مع العارب، يبقى بالتالي هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف، تمام؟ هاجي بعد كده السته دي انا عارف ان المسافه بتاعتي بصفر، فبالتالي هيبقى 6 في صفر، ماشي؟ هاجي بعد كده المومنت ده 4 متر طن، ده بيلف ايه مع العارب؟ لا يا هندسه، يبقى كده ايه؟ المفروض ده هتبقى نيجاتيف، يعني البوزيتيف نيجاتيف والنيجاتيف ايه؟ بوزيتيف، تمام يا شباب؟ طيب يا شباب هاجي بعد كده، حد عنده سؤال يا شباب قبل ما نخش في المسألة التانية؟ تمام. طيب يا شباب هو السكشن ده مدته قد ايه يا باشمهندس؟ ساعة، هو ساعة وهيخلص الساعة 4 من 3 ل 4، هو بقى 6 دقايق يا شباب، فعايزين نحاول ايه؟ ناخد المساله الثانيه دي. وبص يا شباب البي دي اف موجود مع زميلكم مع كريم مندوب الدفعه، وهو بيقول انه هنزلها على جروب الدفعه عندكم، فانتوا كل المسائل دي محلوله وموجوده زي ما هي في البي دي اف، فانتوا خدوها منه او شوفوا زميلكم كريم. طيب يا شباب هاجي يا شباب، في تاني مساله موجوده معايا، الفريم عندي A B C D E، عندي فيه حمل موزع 4 طن، في هنا مومنت مركز 4 متر طن، في فورس في اتجاه اكس مركزه 4 طن، في هنا عندي حمل موزع في اتجاه اكس كنت 2 متر طن متوزع على مسافه 3 متر، وعندي هنا ايه الهنجل سبورت، وهنا ده برضو يا شباب شكل من اشكال الهنجل سبورت، تمام؟ احنا عارفين ان الهنجل سبورت يا شباب بيتولد عنده ايه؟ رياكشنين، فيتولد عندي رياكشن الاكس اي والواي اي، وعندي يا شباب الهنجل سبورت اي هيتولد عندي رياكشنين الواي اي والاكس اي، فرضتهم ازاي؟ فرضتهم كده، فرضتهم على اليمين، فرضتهم شمال، طالعين نازلين لبعض، خارجين، مش هتفرق معايا في حاجه، تمام؟ هاجي يا شباب بس ابقى عارف ان كل سبورت، السبورت ده بيديني رياكشنين، السبورت ده بيديني رياكشن واحد، السبورت ده بيديني ثلاث رياكشنات، اتجاهاتهم ازاي السبورتات دي؟ مش هتفرق معايا حاجه. هاجي يا شباب اخد اول معادله التزام بتاعتي عشان بس مش باقي 5 دقايق. سمشن الفورسز في اتجاه اكس بتساوي صفر، ماشي؟ هاجي اخد سمشن كل الفورسز في اتجاه اكس، انا فاضل اول حاجه ان اللي ماشي معايا في اكس كده بوزيتيف، طالع معايا بوزيتيف، بيلف مع العائله بتاعتي بوزيتيف، تمام يا شباب؟ فهاخد سمشن الفورسز في اتجاه اكس بتاعتي بتساوي صفر، فتكون عباره عن قيمتها كام؟ هاخد كل الفورسز، انا عندي في حمل موزع هنا قيمته 2 في 3 ب 6، تمام؟ تركيزه 6 على مسافه 1.5، يبقى هنا كده تركيزه هنا ده 6 على مسافه 1.5، 1.5 يبقى 2 في 3 ب 6، تمام؟ طيب هندسه رايح ناحيه اليمين، فبالتالي هيبقى بوزيتيف ناحيه الفرض اللي انا فرضه، تبقى 2 في 3 بوزيتيف زائد، هلاقي بعد كده عندي في حاجه اسمها ايه؟ الرياكشن اكس اي، الاكس اي انا فرضه رايح لليمين هتبقى الاكس اي بوست، ماشي؟ هلاقي بعد كده عندي في الاربعه طن اللي هو الحمل المركز اللي هناك هتبقى نيجاتيف 4، هلاقي عندي في عندي الرياكشن اللي هو الاكس اي انا فرضه رايح ناحيه الشمال فهيبقى النيجاتيف اكس اي بتساوي صفر، من هنا اطلع ايكويشن رقم 1 هتبقى الاكس اي ناقص الاكس اي بتساوي كام؟ بتساوي سالب 2، تمام؟ هاخد يا شباب
submission forces في اتجاه وار. الناس معايا؟ هاخد بعد كده هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى الواي اي طالعه لفوق بوست، الواي اي طالعه لفوق بوست مع الفرد من فرد. طيب وهاجي بعد كده الاقي الفورسز الناس اللي عندي من فوق الاربعه، الناس اللي معايا من فوق هتبقى سالب اربعه بتساوي صفر، يبقى الواي اي زائد الواي اي بتساوي كام؟ بتساوي اربعه. ده ايكويشن رقم اثنين. هاجي بعد كده يا شباب هاخد الام عند نقطه، عندي انترميديت هنج، ثواني تمام يا شباب. هاخد سبمشن المومنت عند نقطة سي، هاخد سبمشن المومنت عند نقطة سي رايت تمام، من ناحية اليمين. يعني ايه من ناحية اليمين؟ يعني هاخد الجزء ده بس هندس تمام. هيبقى عبارة عن قيمته كام؟ هيبقى عبارة عن قيمته أول حاجة أنا فارض الاتجاه البوستيف مع العقارب، فارض الاتجاه البوستيف مع العقارب تمام. هلاقي ان انا عندي الواي اي المسافه العموديه عند نقطه سي بكام؟ ب 2. هتبقى الواي اي في 2 بس القيمه بتاعته بيلف ازاي؟ بيلف عكس العقارب الهندسه، يبقى بقيمته بالنيجاتيف سالب 2 زائد عندي في فورس اللي هي اكس اي، الاكس اي في المسافه العموديه عند نقطه سي تمام، هتبقى عباره عن مسافه كام؟ قيمتها ب 2 متر. طيب بتلف يا هندسه، يبقى الاكس اي في 2 بتلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا هندسه بتلف مع العقارب، يبقى انت عندك بوست تمام. هاجي بعد كده عندي في المومنت المركز اللي موجود ال 4 متر طن بيلف مع العقارب 4، يبقى بيلف مع العقارب يبقى بوزيتيف يبقى زائد تمام. هتلاقي في الاربعه اللي هي الفورس في اتجاه اكس دي، لما اجي همد الفورس دي في اتجاه عند نقطه سي هلاقي ان مفيش مسافه عموديه اصلا، فهتبقى 4 في 0، مش هتعمل لي مومنت عند نقطه سي. هو انا عارف ان سمشن المومنت عند الانترميت هنج من اليمين بتساوي صفر، فبالتالي ده بتساوي صفر، هيطلع معايا سالب 2 واي اي زائد 2 اكس اي بتساوي سالب 4. ده ايكويشن رقم 3. انا قاعد اجيب في ايكويشنات، عايزين نجيب ارقام يا عم. ماشي هنجيب ارقام. طيب مش مهندس اتفضل لو سمحت ممكن تقول لي الرايت ده تاني، اللي هو المومنت اللي لسه جايبينه ده تاني معلش. تمام يا هندسه ماشي، انا بجيب سبمشن المومنت عند نقطه سي رايت تمام. هاجي هتكون عباره عن كام؟ أول حاجة الواي اي، الواي اي المسافة العمودية اللي موجودة عند نقطة سي هتكون 2 متر. 2 طيب بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ عكس ماشي عكس، يبقى نيجاتيف تمام. هيجي بعد كده عندي الفورسز اللي هي الاكس اي، الاكس اي بتلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ أنا المسافة العمودية بتاعته بكام؟ ب 2 برضه. طيب بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ مع العقارب، يبقى بالتالي هتكون بوست تمام. هيجي بعد كده انا باخد الناحيه اليمين كله، هاخد ال 4 طن دي اللي هو الحمل المركز اللي موجود عند نقطه دي، ده ال 4 طن دي هل في مسافه عموديه علشان هتعمل المومنت عند نقطه سي؟ مفيش، يبقى بالتالي هتكون 4 0 تمام. عندي بعد كده عندي الاربعه بتاعت المومنت المركز، المومنت المركز 4 متر طن، انا باخد من اليمين بتلف ايه؟ مع العقارب في اتجاه البوست، يبقى بالتالي هتكون زائد 4 بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. زي كده انا طلعت ايكويشن رقم 3. ماشي يا شباب؟ تمام. هتبص لكل الايكويشنات مع بعض هتلاقي ما فيش حاجه بتربطهم بينهم وبين بعض، فبالتالي اروح جاي واخد سمشن المومنت عند نقطه ايه؟ هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. انا خدت سمشن مومنت عند نقطه ايه؟ ايه سمشن مومنت عند نقطه ايه؟ بتاعت المنشا كله، يعني دي نقطه سبورت، سمشن مومنت بتاعت الاحمال كلها اللي موجوده عند نقطه ايه بتساوي صفر. فهلاقي ان انا عندي اول حاجه هلاقي ان انا عندي عند نقطه ايه سمشن مومنت بتساوي زيرو. طب ايه الفورس اللي بتعمل لي مومنت؟ هلاقي بقى ركزوا معايا في الحته دي يا شباب. اول حاجه الاكس اي، الاكس اي لما اجي همد الفورس كده المفروض ان دي 2 ودي 3 متر، فبالتالي هتكون المسافه اللي باقيه هنا 1 متر، هتبقى الاكس اي في 1 متر تمام. طيب بتلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا هندسه بتلف عكس العقارب، انا فرض ان مع العقارب بوست، يبقى بالتالي هتكون نيجاتيف، يبقى الاكس اي في سالب 1. يجي بعد كده الواي اي، الواي اي هندسه الواي اي انا عايز المومنت عند نقطه ايه، هتبقى الواي اي في المسافه اللي هي بكام؟ اللي هي ب 4
متر، واي اي في المسافه العموديه ب 4 متر، تمام؟ طيب بتلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا هندسه بتلف عكس العقارب، فبالتالي هتبقى نيجاتيف. ماشي؟ هيجي بعد كده الحمل ال 4 طن المركز اللي ماشي في اتجاه اكس ده هيبقى 4 في المسافه العموديه اللي هي بكام؟ 4 في 3. 4 في 3 طب بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا هندسه بيلف عكس العقارب فهتبقى نيجاتيف. تمام؟ هيجي بعد كده المومنت المركز ده هيبقى عباره عن كام قيمته؟ ب 4. بيلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا بيلف مع العقارب بوست، فبالتالي هتكون 4. هيجي بعد كده عندي الفورس دي 4 طن، المسافه العموديه بكام؟ ب 1 متر، هتبقى 4 في 1. بتلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا هندسه بتلف مع العقارب فبالتالي هتكون بوست. هاجي بعد كده الحمل الموزع ده اللي انا ركزته اللي هو قيمته 6. 6 في كام؟ 6 في 1.5. بتلف مع العقارب ولا عكس العقارب؟ لا هندسه مع العقارب فهتبقى بوزيتيف، بتساوي ايه؟ بتساوي 0. من هنا دي هطلع ايكويشن رقم 4. لما هاجي احل ايكويشن رقم 3 مع ايكويشن رقم 4 طلع لي احلهم على الاله يا شباب، اللي ايكويشن رقم 3 وايكويشن رقم 4. يعني دي فيها الواي اي ودي فيها واي اي، دي فيها اكس اي فيها اكس اي. احل المعادلتين مع بعض طلع معايا الواي اي ب 1.4 طن. ماشي؟ بوزيتيف يعني ايه؟ مع الفرد، يبقى انا كنت فرض فعلا ان الواي اي الاتجاه لفوق صح. طيب طلع معايا الاكس اي بنيجاتيف 0.6. ده معناه ايه؟ ان معناه ان هي كانت عكس الفرض بتاعي، ان انا كنت فرض ان الاكس اي رايحه شمال، لا هي المفروض اتجاهها رايح يمين، هتبقى 6/10. تمام يا شباب؟ يبقى انا هاخد دول كده هرسم الفريم وابدا احط القيم عليه. طلعت معايا الواي اي ب 1.4 طالعه لفوق، تمام؟ والاكس اي طلعت بنيجاتيف 6 رايحه شمال، لا يبقى المين و6/10. تمام؟ هاجي بعد كده يا شباب اعوض في ايكويشن رقم 1. مش انا جبت الواي اي وجبت الاكس اي، انا عندي ايكويشن رقم 1، عندي الاكس اي، معايا الاكس اي، عايز اجيب منها ايه؟ الاكس اي، هتبقى الاكس اي. الاكس اي بقى هندسه اعوض بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ لا هندسه اعوض بالنيجاتيف، هتبقى اكس اي ناقص، افتح القوس الاكس اي بتاعتي اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 6/10. انا لما كنت فارضها من هنا كنت فارضها ان هي كانت ايه؟ رايحه شمال، لما انا طلعت قيمتها رايحه لمين؟ فعوض بالقيمه بتاعتها اللي هي -6/10 بتساوي -2، طلع من هنا الاكس اي بتاعتي بكام؟ -2.6، هتبقى قيمتها 2.6. تمام؟ هاجي بعد كده ابص على، انا عايز اجيب الواي اي، اعوض في ايكويشن رقم 2، انا معايا الواي اي 1.4، تبقى الواي اي زائد الواي اي اللي هي 1.4 بتساوي 4. من هنا اطلع الواي اي بتاعتي بكام؟ ب 2.6 بوزيتيف، يعني مع الفرض انا كنت فرضه تمام زي الفل. يبقى انت عندك كده الاكس اي والاكس اي كنت فرض اتجاهاتهم غلط. يبقى الاكس اي بتاعتي طلعت 6/10 والاكس اي بتاعتي طلعت كانت -2.6، فبالتالي هتبقى 2.6 واتجاهها لهناك. والاتجاه بتاع الغلط. تمام يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ ماشي يا شباب، كل سنه وانتم طيبين، وكده السكشن خلص، واتمنى اتمنى يعني الناس تبدا تحل في شيت رقم 1 عشان ما تزنقوش نفسها لل لل اتفضل. في الشيت في مسائل ملهاش القوه ملهاش زاويه. في هي انا قلت في اول مساله خدها 45 هندسه، هي هتبقى ب 45 درجه. كله يعني عشان كذا مساله برضه ما فهمش زاويه. هو بص يا هندسه، ثواني انا افتح معاك الشيت علشان بص يا هندسه، المساله رقم 1 وخدهم كلهم ب 45 هندسه، خدهم كلهم ب 45. ماشي تمام. حضرتك خدت غيبه يا باشمهندس ولا لا؟ خلاص، هو في شيت اكسل عندي بينزل اللي هو الناس اللي دخلت عامه. ماشي؟ هو خلاص كده شيت اكسل نزل عندي. طب بالنسبه للشيت هندسه هيتسلم امتى؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله، بس هنظبط مع الدكتور هنشوف وهبلغ المندوب بتاعه، بس هو هيكون الاسبوع الجاي اوله اخره بقى في مات سيكشن، لما نشوف بس الدكتور ان شاء الله. تمام تمام يا هندسه. ماشي ماشي ماشي.